تحية لوزير الثقافة الذي يسعى إلى استعادة الهوية الإسلامية العربية. أسأل الله أن يقوي ظهره ويعينه على أداء مهمته. هذه من البشائر، لأن كم جرى من تغييب لهوية الأمة. أنا الأول أن نرى وزير ثقافة يسعى لاستعادة الهوية العربية المصرية الإسلامية، وهي مهمة شاقة. يقول له اصبر مع أصابك، فتحية لك وتحية لحكومة مصر وللرئيس محمد مرسي. أيها الإخوة، أذكركم بمسألة مهمة. أنا أضع برقيات سريعة. بيت المقدس، قصبة الشام، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، أرض المحشر والمنشر، أرض الرباط، أرض النبوات، تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني منذ 95 سنة، حينما دخل الجنرال ألين بالقدس معلناً الآن انتهت الحروب الصليبية، فتحريرها في رقاب الأمة، فريضة شرعية كما ذكر فضيلة الدكتور صلاح، فتاوى علماء الإسلام ومنهم علماء الأزهر، تحرير لا أقول بيت المقدس، رفع الهيمنة الأجنبية عن أوطان الأمة العربية والإسلامية. الله أكبر، من التحرير هنحررك يا فلسطين.